سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي درتو؟ اموركم بخير؟ على خير؟ مزيانين؟ قولهم السلام. دابا راه ولفوك سلام خلاص نطلقوا السلام. يلا حقوا السلام هكذا باش نشوفوا نضحكوا كيما. السلام عليكم، حياكم الله. والله شد هاد لاشميتات. لاباس عليكم؟ كي درتو؟ اموركم بخير؟ على خير؟ شو اليوم؟ اليوم نهار ثلاث، نهار ثلاث قررنا نديو غالي في خارجه هو ماما راه عطله دابا، و ايا اللي قسمانا حتى نخرجوا نبدلوا الجو نتساراو و فوالا نبدلوا الجو نتساراو ونخرجوا غالي ونمشيو عند جداتي وندوزوا النهار. المهم اليوم غندوزوا النهار معايا، شوفونا فين مشينا فين جينا. يلا صهيب ما بغاش يتو، مازال كيحط الطوموبيل حدا هذا القادوس. هي هذه واحد يومين تخشى لنا الساروت فوسط القادوس ديال الطوموبيل وضرينا نمشيو نقلبوا على الثاني. وعاد دابا جا السيد مسكين دخلت لداخل باش يجبد لينا الساروت، اللي تنشكروه بزاف بزاف بزاف. واللي نبغي نقول لكم الناس ما تقولش حطوا طوموبيلاتكم حتى القادوس، فات اتونسيون من هذه القضيه. ولكن انا الراجل عندي ما كيبغيش يتو، صافي دال عقلي الساروت نحطو في الجيب ما غاديش نحطو في يدي. لا ولكن ما تحطش الطوموبيل، انا براسك كنتو ما نعاود. وسورتو قالك سيدي كنا غادي نمشيو نعاودو الساروت، الوغ كشحال قالوا لينا؟ قالوا لينا 3000 درهم باش تعاود الساروت. هنا صهيب قرر انه يغامر ويجيب اللي هبط حتى لتحت. شو غاليتو؟ بغيت نوريكم الطريقه كيفاش تبقاو تحاولوا. لا ما عرفناش الطريقه دابا حنا كن حنا براسنا. المهم كتقلبوا السياج، الكونسيبت انكم كتقلبوه لهذا الراس هذا. كيفاش وهذا؟ انا غادي نخدو دابا صهيب ما عندوش ما عادش. البنات تبداو في حراء، خلاص البنات نقول لكم حراء فين جات راكم عارفين. صهيب هاي بصراحة شو ما أي داروا لها الريجي أول ما عاد يجيبوا لها شاورما تاعها. ماما خدات الحلا ديال الريجي. احنا وصلنا عند ميما، شكون كاين؟ صاغا صافا؟ عرفتي فين كنا؟ ايه تغدينا في الزنقة. عجينا لاباس وسلمي يخفيك على ود وليدك عليا احسن حاجه كتعجبني. لاباس 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 صوريني انا، صوريني قولي مع خالتي بشرى امرك حبيبي. ها حبيبي لاباس انا وين عيلة؟ وها ميمة دابا نعيلة كتجيبها لميمة تفرجي بالبنات. قولي السلام لاباس عليكم. ها ميمة ها ماما هاك معلقة كبيرة. لا غزالة ميمة في جميع الأحوال ديما غزالة. صورني أنا. لا 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 والله حرام عليك. صورني أنا حبيبي. ها خالتي هذا حبيبي وهذي مرتو. أنا وليدو أنا وأنا هذي هي اللي كانت كتحلم البارح باللي الحلاوة ديال العيد ديال الكبيرة. غزالتي دابا لقيتونا غادي للدار، غادي تمشي تبات معايا في الدار. ايا غادي نمشيو نباتو بجوج، دونك وموراها غادي نمشي عند الخياطه. وبغيتكم تمشيو معايا كاملين، عندي شي حاجه ما يدار. مهم الصراحه كانت جمعه زوينه بزاف، واخا غادي نمشي معطله عند الخياطه ولكن عيط ليها مسكينه غادي تحل على وديتي. حيت كل نهار كنقول اليوم نمشي غدا نمشي اليوم نمشي غدا نمشي. غادي نمشي تو دابور انني نبدل حوايجي في الكوزينه، ما في الكوزينه غنمشي نبدل حوايجي في الدار على ودي تسخو ليا حوايجي. وغادي ديك الساعه نلبس عليا وديك الساعه نمشيو مجموعين انا وماما وصهيب غير وصلنا وغنديو معنا حتى غاليتو. غاليتو يبقى غير خارج كيتسارى معنا. يلا البنات يلا معنا صافي هادشي اللي كاين. وفوالا بغيت هذا تشوف جلالبي ديال رمضان ندير لي سياج وهذا وندفعهم و باش دفعهم. و ماما غات المهم هانتوما تمشيو تشوفو كلشي.
لكم البنات باللي جايين بزاف ديال لي فيديو زوينين بما انه رمضان على الاقبال ان شاء الله. دونك كاين بزاف ديال الشهيوات طنجاويين على حقهم وطريقهم وشهيوات مكناسين على حقهم وطريقهم. صراحه فريمون مليت من داك نبقى يوميا نشري من برا وهذه صراحه هذا هو لافونتاج باش كتولي مستقله وهذه كتبغي تبدعي كيولي عندك الحيويه والنشاط. دونك غادي نحاول انني ندير من داكشي اللي تعلمت من عند خالتي رشيده العام اللي فات ومن دارنا نحاول نطبخو. صدقاتش هيوا مرحبا طبقوها، ما صدقاتش ضحكوا عليا. المهم احنا غاديين اول حاجه كما قلت لكم ناري الصوت مشى تقول كنت خدامه في شي عرس. غادي نمشيو بما ان كاين في لو تيم ديال رمضان ان شاء الله بغيت نخيط جليلبات هكا شي ثلاثه جليلبات خفيفين بقى لبسهم في رمضان حيت كنبغي نلبس طويل فحال هكا الشهر ديال المهم نبقاو في لو تيم ديال الشهر اللي حنا فيه. فوالا البنات بغيت غير نوريكم انا راه وليت كنلبس طويل غير باش تعرفوا شنو كاين. دابا البنات كما قلت لكم غادي نمشيو عند هذه الخياطه. قبل بغيت نتقاسم معكم واحد الحاجه اللي كلكم سولتوني عليها. غادي نمشي انا نخيط جليلبات وماما غادي تدفع ديك التكشيطه مع داك الثوب اللي كنت شريت لها كادو في عيد الام. وكما قلت لكم بغيت نوريكم داك الدواء اللي كلكم سولتوني عليه اللي شرى ليا صهيب اللي كيرجع الوزن الا شتوني غلاضيت راه غير بسبب داك الدواء. والله العظيم ما كاينش شي غيزون واحد اخرى. داك الدواء فريمون كيغلط فيه 11 الفيتامين. هو الصراحه رجع ليا الحليب شويه اون تري غون ديفيرونس على اللي كان. بعدا منين كيكون كيرضع ما كيبقاش يتعصب مسكين وما كيلقى حتى شي حاجه. انا غادي نوريكم الكينه باش هكا اللي بغاها. فين هي عطيني الكينه. نوراكس فوالا البنات هذه هي الكينه اللي بغيت نقول لكم. هي راه ماشي للرضاعه ولكن هي الناس اللي فيهم لانيمي اللي هذا وفيها الحلبه باش تعرفوا خصكم كل نهار تدوشوا. دونك راه فيها 11 الفيتامين الحديد ومستخلصات طبيعيه وفيها الحلبه. ها هي مكتوبه فيها الحلبه. دونك البنات هذه هي نوراكس اللي قلت لكم هي السبب في انني زدت في الوزن. المهم دابا البنات حنا غادي نمشيو للخياطه يلاه معايا. كما البنات باللي جايين بزاف ديال لي فيديو زوينين بما انه رمضان على الاقبال ان شاء الله. دونك كاين بزاف ديال الشهيوات طنجاويين على حقهم وطريقهم وشهيوات مكناسين على حقهم وطريقهم. صراحه فريمون مليت من داك نبقى يوميا نشري من برا وهذه صراحه هذا هو لافونتاج باش كتولي مستقله وهذه كتبغي تبدعي كيولي عندك الحيويه والنشاط. دونك غادي نحاول انني ندير من داكشي اللي تعلمت من عند خالتي رشيده العام اللي فات ومن دارنا نحاول نطبخو. صدقاتش هيوا مرحبا طبقوها، ما صدقاتش ضحكوا عليا. المهم احنا غاديين اول حاجه كما قلت لكم ناري الصوت مشى تقول كنت خدامه في شي عرس. غادي نمشيو بما ان كاين في لو تيم ديال رمضان ان شاء الله بغيت نخيط جليلبات هكا شي ثلاثه جليلبات خفيفين بقى لبسهم في رمضان حيت كنبغي نلبس طويل فحال هكا الشهر ديال المهم نبقاو في لو تيم ديال الشهر اللي حنا فيه. فوالا البنات بغيت غير نوريكم انا راه وليت كنلبس طويل غير باش تعرفوا شنو كاين. دابا البنات كما قلت لكم غادي نمشيو عند هذه الخياطه. قبل بغيت نتقاسم معكم واحد الحاجه اللي كلكم سولتوني عليها. غادي نمشي انا نخيط جليلبات وماما غادي تدفع ديك التكشيطه مع داك الثوب اللي كنت شريت لها كادو في عيد الام. وكما قلت لكم بغيت نوريكم داك الدواء اللي كلكم سولتوني عليه اللي شرى ليا صهيب اللي كيرجع الوزن الا شتوني غلاضيت راه غير بسبب داك الدواء. والله العظيم ما كاينش شي غيزون واحد اخرى. داك الدواء فريمون كيغلط فيه 11 الفيتامين. هو الصراحه رجع ليا الحليب شويه اون تري غون ديفيرونس على اللي كان. بعدا منين كيكون كيرضع ما كيبقاش يتعصب مسكين وما كيلقى حتى شي حاجه. انا غادي نوريكم الكينه باش هكا اللي بغاها. فين هي عطيني الكينه. نوراكس فوالا البنات هذه هي الكينه اللي بغيت نقول لكم. هي راه ماشي للرضاعه ولكن هي الناس اللي فيهم لانيمي اللي هذا وفيها الحلبه باش تعرفوا خصكم كل نهار تدوشوا. دونك راه فيها 11 الفيتامين الحديد ومستخلصات طبيعيه وفيها الحلبه. ها هي مكتوبه فيها الحلبه. دونك البنات هذه هي نوراكس اللي قلت لكم هي السبب في انني زدت في الوزن. المهم دابا البنات حنا غادي نمشيو للخياطه.
يلا هم معايا صفر ومع من جات تبارك الله تبارك الله اهلا مرحبا لله لاباس عليك كي درتي مرحبا لاباس عليك كي عليك كي بقيتي فين غالي كلمي اليوم فين محمد غالي راه وسط الطوموبيل مع بابا صح نسيت نجي عندنا ايوا ها انت شتي لاباس خالتي الله يبارك حنا خلينا الخالتي دير لنا كلشي بالذوق ديالها هذه المره ياكي مرحبا الحبيب مرحبا بك ذوقك كغزال تبارك الله ما نخافش عليك هذيك تكشيطه غتزيد الماما فيها اون بيس ياك خالتي قلتي 3 بيس 3 عادي 3 بيس هي انا 3 بيس غنزيدها هي ساتان دو سوا ومبره محفره بشواو في السين وغنزيدها انا البيج في لاموسين دونك غتجي 3 بيس صافي غتجيها مع صبر صافي خلصنا ديما ما فيهاش الشك وهذه الجلده ديال لي فا غنزيدها بيس اخر السوس ديال نضربو لك من التحت باش ما ديريش من الفوق ديريه من التحت كيجي معتبر وندير لك شغل المعلم وتنبت ورباطي دلي صافي خير ان شاء الله مرحبا شكرا والله مرحبا بك الحاج ربي يخليك لك وانا خالتي نتي دفعنا لك حويجات دفعنا لك حويجات ماشي من الجزائر انا نعيطو مانجي دير لي سياج اليوم واخا محمد غالي ما نفايق واخا خالتي نجي ولكن لا خالتي انا راه ماشي كلشي كندير معاك ولكن انا حيت طايقه في الذوق نفعو الحوايج حتى يوجدوا ان شاء الله مال لا دينا على مال ان شاء الله غيوجدوا في العيد الكبير ماشي العيد الصغير دائما نخرج لهذه عندي الحق ولا لا ما تساليش مع الهيدرات والله ولكن حتى الذوق ديال خالتي كنثق فيه مرحبا مرحبا عزماني مرحبا بك ربي يخليك طيب مشى يلعب مع ولده الكتاف وكاك فين شويه ولا بحال هكا بحال هكا بحال هذه اللي لابسه نفنا داري نازلين حيت ديجا حنا عندنا الكتاف يا الماكسيموم زعما 44 مزيانه ليها مخيره الا جات نزلت اكثر من هكا ما غتعطيش بصح عندك الحق 44 دوري لي بالحلوه تبغيهم هكا صافي سعيد وخمسين صافي مرحبا ملي كتبغي شويه مرحبا كنبغي شويه كتبغي تسمريحه كنبغيش نضيق تما عندي انا السدر 32 طوب مزيان هكا صافي متر 38 مرحبا راس لكم تبغيو سيسه ولا ضيق بحال هكا بحال هكا مرحبا دونك لبسه كشحال كتبغي في الطول فين اللبسه لبسه ولا لبسه خاصكم متر 38 ملي في العبر تديري لي سياج مرحبا مرحبا هاني هادي ما غلطتش نعم دابا ما نتركلاتي لا 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 حبيبه كتبغي على الرضا من دمو ولا لا غير المهم خالتي ديري سنتيمتر نشوف خالتي مزيانه هكا مزيانه بارك الله عليك البنات هذا هو السوس اللي غادي ندير لا كولور
باش يجي مع الجلابه ديال صهيب والجبه درد غالي اللي لبست. حتى خالتي راه وريتهم الجبادور اللي خيتي غالي كلشي حمق عاتو. صافا بصحة وحبيبتي مرحبا. الله يعطيك الصحة. هادي ان شاء الله غتطلع مع تبارة وتلبسيها في العيد ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. البنات ما عرفتش شكون اللي عقل على هاد لاتوني ولا اللي ما عقلش عليها. الصراحة كنت شفت مليحة العرب لبسها في اكشوان اكلوان ودابا جبت الهضرة مع سميتها ندى حتى هي كانت تما وقلت لها راه حمقاتني لاتوني وقالت لي ها هي عندنا. هلا ونيت وانا حتى فكرت بلي حتى داك القفطان الزرق كانت لبساتو. اه قول لي كتلبس لينا من هنا يا خالتي ياك. احنا لبسنا هذاك داكشي اللي كتلبس من عندنا. اه صافي خور بياس غزاله شواغوفسكي والزواق المعلم ولا دونتيل فيها لا ديبور فيها التعصار فيها شواغوفسكي فيها كلشي حبيبه ديالي العقيق ديال بيرسوزا. اه اصلا انا كنت شتها لبسها كانت شتها معنا دا في اللايف وهذا عجبتني لا تونو. الله يعطيك الصحه. صافي تنكون غدا شي عراسيه ونخدم من عندك. الله يعطيك الصحه زوينه. الله يعطيك لاله بنتي الله يخليك. تلاقوا زوينه كيطول عمرك الحاجه. كيما شفتوا حبيباتي رجعت ما عرفتش كي جاكم السوس ديال اللي اختاري جليبات الاخرين اللي خيطت لقيتها دفعتهم دونك ما قدرتش نوريهم لكم وكنت غدا ندير لي سياج سي بيان دوماج. ومهم دابا غالي ناس من الزهر دابا باش غادي ناس خصنا نبقاو نضرو في الطوموبيل نضرو في الطوموبيل باش يناس سبحان الله الوليدات الصغيورين كاملين حتى كيبقاو يضرو في الطوموبيل عاد كيناسو. دونك دابا شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو غادي نبقاو نسينو غادي يفيق باش نصوبو له البيبرون او ميم طو غادي نجلسو نتفرجو في واحد الفيلم في نتفليكس. صافي هادشي اللي كاين وها نتوما معانا. كيما شفتو حبيباتي رجعت ما عرفتش كي جاكم السوس ديال اللي اختاري جليبات الاخرين اللي خيطت لقيتها دفعتهم دونك ما قدرتش نوريهم لكم وكنت غدا ندير لي سياج سي بيان دوماج. ومهم دابا غالي ناس من الزهر دابا باش غالي ناس خصنا نبقاو نضرو في الطوموبيل نضرو في الطوموبيل باش يناس سبحان الله الوليدات الصغيورين كاملين حتى كيبقاو يضرو في الطوموبيل عاد كيناسو. دونك دابا شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو غادي نبقاو نسينو غادي يفيق باش نصوبو له البيبرون او ميم طو غادي نجلسو نتفرجو في واحد الفيلم في نتفليكس. صافي هادشي اللي كاين وها نتوما معانا. صافي البنات انا غنمشي نعس دوشت الغالي الاول مره كندوش ليه صراحة ما صورت حيت ما لقيت كي ندير سخنت البيت وجبت البانيو في وسط البيت ودوشت ليه صراحة دابا ردع كنزينو هينعس صافي هادشي اللي كاين والله يسمح لنا من الوالدين واخا كيناس ما كيدينيش يعني كيبقى بالي معاه كنخاف يجر عليه الغطاء كنخاف يتخلع ما نحش به دونك تيبقى بالي معاه وكيفاق لي انا بالليل انا عنده ناس مقلوب ما عرفتش البنات قولوا لي اللي اكسبيريمونتي فوقاش كيتقلب لهم الناس باش كيوليو يناسوا بالليل ويفيقوا بالنهار حيت انا الناس عندهم مقلوب. المهم البنات ما نطولش عليكم تهلاو فراسكم بزاف ودوزت معكم وقيت زوين هاد النهار وقريبا جايين بزاف ديال لي فيديو زوينين فحالكم بزاف ديال لي زاكتيفيتي زوينين فحالكم تهلاو فراسكم وكنبغيكم بزاف 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 وبسلام عليكم وتسناو الشيوة الرمضان.